خلينا نروح لأخبار نادي الزمالك ونبدأ من عند نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق. وكشف مصدر مقرب من اللاعب ترحيبه بتجديد عقده مع النادي اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقال المصدر إن اللاعب لن تكون بينه وبين مسؤولي الزمالك خلافات على الأمور المادية، خاصة إن عنده رغبة في الاستمرار مع الزمالك في الفترة اللي جاية بسبب شعوره بالراحة مع الفريق إلى جانب ارتباطه بجماهير النادي لدعمهم الكبير ليه من وقت ما تم التعاقد معاه. نجح دونجا في الظهور بمستوى مميز جدا مع الزمالك لدرجة جعلته أحد الأعمدة الأساسية في الفريق. كمان نروح لأخبار مودرن سبورت، ودخل غنام محمد لاعب نادي مودرن سبورت ضمن حسابات مسؤولي نادي الزمالك عشان يتعاقدوا معاه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي. وأبدى مسؤولي الزمالك أعجبهم بمستوى اللاعب اللي ظهر عليه مع مودرن سبورت خلال الفترة اللي فاتت إلى جانب حاجة الفريق للاعب خط مميز. استقرت إدارة الزمالك على فتح مفاوضات رسمية خلال الأيام اللي جاية مع إدارة مودرن من أجل السعي لضم اللاعب. نروح لخبر كمان، واستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بنادي الزمالك على تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق في قائمة مباراة سموحة اللي جاية، خاصة بعد ما شارك اللاعب في مباراة الزمالك الودية أمام فريق الشمس، وغاب شيكابالا عن مباراة الفريق اللي فاتت أمام البنك الأهلي بسبب عدم الجاهزية، وده اللي خلى جوميز بيتفق على عودة اللاعب لقائمة الفريق قدام سموحة. بيعاني الزمالك من بعض الغيابات وبعض اللاعبين على رأسهم زيزو ومحمد حمدي بسبب الإصابة. خبر كمان، اكتفى ناصر ماهر لاعب وسط نادي الزمالك بخوض الفقرة البدنية مع اللاعبين خلال مران أمس امبارح اللي أقيم على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة سموحة اللي جاية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وما شاركش اللاعب في التدريبات الفنية، وبعد كده كان ليه بعض التدريبات الخاصة في صالة الجيم بمقر النادي عشان يتجهز لمباراة سموحة اللي جاية في مسابقة الدوري الممتاز. وبعد ما أكد طبيب الفريق أن اللاعب لا يعاني من الإصابة.